دعت البحرين المجتمع الدولي للتصدي لممارسة إيران التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم المنامة للسعودية ضد كل من يحاول استهداف أمنها واستقرارها. بدوره أدان البرلمان العربي استهداف الميليشيات الحوثية لمطار أبها بالسعودية، مشددا على أن تعمد الحوثيين في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة العربية السعودية يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب.